سيد النائب مصطفى بكري. سيد الرئيس، لا أظن أن دماء الأطفال والشهداء يمكن أن تذهب سدى. المخطط أكبر من غزة، وإلا قولوا لي لماذا يأتي الأمريكان والبريطانيين والفرنسيين والألمان والإيطاليين كل ببوارجه العسكرية قبالة ساحل غزة؟ القضية أن هناك قناة تنشأ منذ نوفمبر الماضي، قناة بن جوريون، التي تنطلق من إيلات إلى غزة ذهاباً وإياباً. هذه القناة تنتهي في 3 سنوات وستكون مشكل حقيقي لقناة السويس، ويقدر لها 6 مليار دولار سنوياً. القضية هذا الطريق الذي ينطلق من الهند ماراً بالخليج ثم الكيان الإسرائيلي ثم أوروبا في مواجهة طريق الحرير. القضية أن غزة لابد أن تنتهي وأن تفرغ وأن يستدعى المشروع الإسرائيلي الذي أطلق من الخمسينات، والخطة ماضية والغزو البري خلال أيام قليلة، لأنهم يدركون أنهم بدون غزو بري لن يستطيعوا الوقوف أبداً أو التخلص من حماس. ماذا نفعل؟ رسالتان. الرسالة الأولى للأمة العربية: حانت اللحظة الحاسمة، لدينا أوراق ضغط ولدينا النفط، استخدمناه في أكتوبر 73، لو فعلنا ذلك لعرف هؤلاء الذين يذكروننا بالعصر البوهيمي، هؤلاء ليسوا أبناء حضارة، هؤلاء حيوانات بشرية، هم الغرب وهم الأمريكان. 2، إلى القائد الأعلى، إلى الرجل الذي تحمل منا الكثير، إلى الرجل الذي تطاول عليه السفهاء والخونة وقالوا له: أنت بتبني جيش كده ليه؟ أنت بتعمل قوة عسكرية كده ليه؟ أنت بتصرف فلوسنا في المشروعات الاستراتيجية ليه؟ أقول لهم الآن، وقد التف الشعب المصري بنسبة لا تقل عن 99% خلف الرئيس السيسي، وأن الكل يدرك تماماً قيمة وعظمة هذا الجيش الوطني العظيم الذي لا يحمي مصر ولا يحمي سيناء، وإنما يحمي الأمن القومي العربي. نحن الآن في لحظة اصطفاف وطني، علينا جميعاً أن ندرك تماماً أن اللحظة الراهنة هي الوقوف خلف القيادة السياسية بكل إيمان وبصدق، هي مواجهة الغرب واتخاذ مواقف. وأدعو النخبة التي دائما ما تركع على أبواب الغرب أن تنظفوا أنفسكم، أن تنتموا إلى هذا الوطن، أن تدركوا أن تاريخنا ومستقبلنا هو في هذه الأرض وهذه الحضارة وهذا التاريخ وهذا الشباب الذي قاتل إسرائيل. والله إن إسرائيل قد هزمت، هزمت بالمقاومة، هزمت بإيمان الشعب، هزمت بشباب مصر الذين خرجوا بالأمس. لكل ذلك نحن نرد الاعتبار إلى المقاومة ونقول كما قال الزعيم جمال عبد الناصر: إنما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، لا سلام مع القتلة ولا اتفاقات. فلتسقط اتفاقية كامب ديفيد، ولتسقط اتفاقية وادي عربة، ولتسقط اتفاقية أوسلو، الحرب هي الحل. ولذلك نحن نفوض القائد الأعلى ونفعل المادة 102 الرئيس حماية أمن مصر وحماية الأمة العربية، ونحن معك. كل مصر انتفضت، كل مصر معك، كل شباب مصر في الشوارع، لا تحسبوها لغير الله راكعة. فمصر لا تنحني إلا لباريها، مصر لا تنحني إلا لباريها. شكرا والسلام عليكم. شكرا جزيلا.